الترم الماضي ذهبنا أنا وصديقي إلى مدينة مدريد بإسبانيا. سكننا بالضبط قريبين من النادي ريال مدريد، كان في ازدحام قريب من النادي، عرفنا أنه يوجد مباراة. قال صديقي أنا سوف أحضر تلك المباراة. ذهبت أنا إلى الفندق، بعدها أتى، شلون المباراة؟ قال لي كان نفسي القاضي كريستيانو رونالدو. وإذا بهذا الباب يطرق ويدخل علينا كريستيانو رونالدو ويقبل يدي هذه.